واللعن مما حذر منه الشرع، لكنه عليه الصلاة والسلام اجتهد في هذا، وذلك لأن هناك أسبابا جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء على صفوان ابن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. أولا هو رسول عليه الصلاة والسلام أرسله الله إليهم فكذبوه. ثانيا أنهم خالفوا ما كانوا عليه في جاهليتهم من الثناء العاطر على النبي صلى الله عليه وسلم بالأوصاف الجميلة. ثالثا أنهم أتوا إلى محاربته، فقد خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس لمحاربته عليه الصلاة والسلام في أحد. رابعا أنهم اعتدوا عليه فشجوه عليه الصلاة والسلام وكسروا رباعيته وأصيب منهم في وجنتيه. خامسا أنهم اعتدوا على جثمان عمه حمزة فبقر بطنه وليكت كبده. كل هذه من الأسباب التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول هذا القول وأن يدعو بهذا الدعاء. ولو نظرنا إلى هذين السببين لوجدنا في الأولى خبر، إذ قال كيف يفلح قوم، وفي الثانية إنشاء وهو الدعاء عليهم باللعن. فمع هذه الأسباب التي أوقعها هؤلاء في النبي صلى الله عليه وسلم وقال مقولته تلك، لم يعذره الله عز وجل وإنما أنكر عليه. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مع عظم منزلته وعظم قدره وأصيب بما أصيب به، إذا كان ليس له من الأمر شيء، فكيف بحال هذه المعبودات التي تعبد من دون الله؟ ففي هذا برهان ودليل قاطع على بطلان عبادة ما سوى الله عز وجل.